اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا، اسعد بصحبتكم من جديد. الملف الاحمر في موعده الجديد على روتانا خليجيه الساعه 3 تماما. ملفاتنا الساخنه تتواصل معكم، اسعد بصحبتكم وبصحبه ناقدي الملف الاحمر الزملاء الاستاذ محمد دويس، مساء الخير ابو سليمان، وايضا الزميل خلف. مساء الخير ابو احمد. مساء النور والسرور، اهلا بك وأهلا ابو سليمان وبالمشاهدين. أسعد بصحبتكم مع زملائي خلف الكنترول بقيادة الزميل يحيى مساوي رئيس تحرير البرنامج. أتابع ملخص الحلقة الماضية قبل أن أدخل في ملفي لهذا الأسبوع، النصر وعودة بطل. أتابع ملخص ثم أعود. اللي عمله كارينو من وجهة نظري وهو مختلف تماما هو أنه قضى على ما يسمى بنجم الفريق وأوجد مكانه الفريق النجم. النصر لها رصيد يعني إرث تاريخي معروف على كل المستويات، وأهمها النجوم الكبار اللي مروا في نادي النصر ويعني ثبتوا أساميهم في أذهان الجماهير. أنا اختلفت مع الأمير فيصل بن تركي ولا زلت مختلف، أتكلم كان عن محمد دويش الإعلامي. من الصعب جدا مع هالتشكيلة هذه كلها أنك توجد عنصر مهم وأساسي في نجاح العودة هذه، وهو أن يكون هدف مشترك للجميع. أنا أرجو أن التغير اللي صار في الصفقات المحلية يصير في الصفقات الخارجية. النصر نجح من ناحية التعاقدات المحلية، لكن من ملف الأجانب النصر يعاني يمكن من أكثر من 5 سنوات يعاني في هذا الملف، وللأسف من يحضروا الأجانب هم نفسهم كل موسم هم اللي يصنعوا المشكلة وهم اللي يصنعوا الحل. هذا الهدوء اللي طرى على حسين عبد الغني انعكس على الفريق كقائد. تأكيدي على كل الأطراف الموجودة والعناصر اللي أثرت في الوضع النصراوي الآن وعلى رأسه الأمير فيصل، إلا أن الجمهور هو اللاعب الأساسي في البيئة هذه اللي حدثت للنصر الحقيقة في المساندة اللي هو فيها. من أسرار تغير النصر في هذا الموسم هو تغير الكابتن أو القائد حسين عبد الغني للأفضل. اهلا بكم، شكرا للزملاء. ايضا ملخص الحلقه الماضيه في الملف الاحمر، وكما نسق الزملاء ربما من وقت لاخر ان تظهر اوراق من ضمن هذا الملف. في هذا الاسبوع سنبدا بورقه طارئه نوقشت ربما او فعلت او صعدت من وقت لاخر ولكن دون نتيجه. من خلال الملف الاحمر نسلط الضوء على هذه الورقه. قبل أن أبدأ بتقرير الحلقة وأدخل في مضمون الحلقة، الرياضة وأمن الوطن أو الأمن الوطني، أبدأ بهذه الورقة الحمراء من داخل هذا الملف وأسمع وجهة النظر المتعلقة بهذا الموضوع. الموضوع يتعلق بقضية لاعب شارك مع نادي وهو موقوف 6 أشهر وحصل على بطاقة حمراء ومع ذلك انتقل إلى نادي آخر ولعب قبل أن يتم العقوبة. أخذ المضمون كامل من خلال اتصال مع رئيس نادي التضامن الأستاذ عبدالله الشمري. أستاذ عبدالله مساء الخير. يا مساء النور يا أستاذ سليمان، مساء عليك ومساء على ضيوفك في الاستوديو الأستاذ محمد الدويس الخرملفي على المشاهدين الكرام، فرصة سعيدة معكم. أهلا وسهلا أستاذ عبدالله، أبغى الآن أسمع وجهة نظرك كاملة حول هذا الموضوع، بعدين أسمع تعليق الزملاء، وأكيد الأمر مفتوح للاتحاد السعودي بأمانته ولجانه والناطق الرسمي إن أرادوا أن يعلقوا على هذا الموضوع. تفضل أستاذ عبدالله. أمرك الموضوع يتعلق في تسجيل نادي عرعة للاعب من نادي العميد أسقط لهم هذا الموسم. هذا اللاعب حصل عليه قرار عقوبة إيقاف في 20/1/34 عندما كان نادي العميد في دوري الدرجة الثانية. طبعا العقوبه تستكمل في الموسم التالي اذا ما خلص بنفس الموسم. هو تبقى عليه 2 شهر و27 يوم على اعتبار انه الموسم الرياضي يبدا من 15 حسب تعليم الاتحاد. عقوبته تنتهي الانضباطيه تنتهي في 2/1/35. هو شارك في 27/12 امام نادي الصمود من طريف و شارك جميع مباريات الدوري التالية وعليه عقوبة الكرت الأحمر الإيقاف لم ينفذها.
طبعا انتهت اخر مباراه مع شقيق النادي العراقي في 24/2، رفعنا خطاب اساده وشكوى. الاتحاد معتمدين على الماده 116/2 ونصها يجوز لاي لجنه او شخص تقديم شكوى او تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الا الهيئات القضائيه على ان يكون ذلك مكتوبا. طبعا الموضوع لجنه الانضباط، لجنه الانضباط نحترمها ونقدرها وفيها شخصيه اعتباريه ونكن لهم كل تقدير واحترام، ولكن نحن ننتقد العمل الذي قاموا فيه. طبعا القرار صدر لا يمكن يمت الى القانونيه بسرعه. ردوا الشكوى اللي قدمناها عنا، يقول لك على راس اللجنه رد شكوى التضامن، يقول لك حطوها كانها احتجاج. احنا نعرف الاحتجاج ونعرف رسومه ونعرف زمنه ونعرف كل شيء، لكن احنا اعتمدنا على الماده 116/2. هم لم ينظروا لها اي اعتبار ولم يفعلوا هذا الموضوع. حصل اني قابلت رئيس الاتحاد، وجود امين عام الاتحاد، وفهمت الموضوع كله. فوعدني في طريق العداله. تظلمنا خطاب رئيس الاتحاد، الى الان لم يردنا رد على التظلم ولم تحقق العداله. الامر الاخير والمهم جدا بالموضوع، بعد كل هذا قاموا لجنه الانضباط في قرارهم في 6/4 يقول لك للنظر في مخالفه اللاعب عناد الحناني في قرار. يعني مقررين معترفين انه مخالف ولعبه هو غير مؤهل نظاميا حسب الماده 55/2 اي لاعب يشارك في كشف المباراه وهو موقوف يعاقب. العقوبه ايش هي؟ 55/2 ماده تنص على هذا الشيء، انه يخسر الفريق النتيجه يغرم النادي يوقف الاداري. هم اوقفوا اللاعب مباراتين دون وجود اي ماده تخولهم بالايقاف، وانا اتحدى بالشيء هذا نهائيا. الشيء الثاني، اوقف الاداري شهر معتمدين على الماده 55/2، اخذوا الجزء اللي يبغونه وتركوا الباقي. طبقوا الماده 55/3 المباريات التي تسبق ومعرفه وقت المخالفه تعتبر صحيح النتيجه. ما هي المباراه اللي اكتشفت فيها المخالفه؟ هم ما اكتشفوا شيء، احنا بلغناهم. نفس القضيه العام الماضي، نادي القادسيه اشرك لاعب عليه 3 انذارات يعني غير مؤهل، وقامت لجنه الانضباط بسحب النتيجه واعطاها نادي العروبه دون تقديم عروبه لا شكوى ولا احتجاج. هذا الامر هذا يعني انا اعتبر وصمه عار في كبير القضاء الرياضي. لجنه الانضباط تتعامل بهذه الاشياء، تجامل، انا اقول ما تجامل عرق، جامل شخص معين باتحاد القدم هو الذي جعلهم يتخذون هذه القرارات. وهو اعرف نفس الشخص هذا. طيب بس اوكي انا اعطيتك فرصه عشان تشرح لنا الموضوع، بس عشان ااكد الموضوع، هو في عقوبتين، عقوبه الايقاف 6 اشهر وعقوبه اخرى الكرت الاحمر. هو نفذ عقوبه 6 اشهر ولم تنفذ عقوبه الكرت الاحمر، عشان يكون الامر واضح صح؟ لا لا، هو يقول كلهم باقي من عقوبه 6 شهور، 7 شهور باقي ايضا من العقوبه نفسها. طيب اوكي واضح الموضوع. طبعا ابو مشعل اللي في القرار، انا طبعا اطلعت على القرار، اللي في القرار انه ايقاف اللاعب ينتهي في 27/12/1434، هذا مكتوب في القرار. في 25/12 عفوا في 25/12 لعب هو في 27/12، هذا يا استاذ مكتوب في القرار. طبعا انا ماني مطلع على وقائع بعيد عن القرار، انا مستندي هنا القرار مكتوب فيه انه فتره الستة اشهر انتهت في 25/12/1434، في 27/12 لعب ضد الصمود، يعني لعبة المباراة اللي كان يجب أن يوقف فيها اللي هي بناء على الكرت الأحمر اللي أخذه في المباراة ثم اعتدى على الحكم فعوقب 6 أشهر، لم يوقف مباراة الكرت الأحمر. المفروض هذه مباراة الصمود اللي في 27/12 يوقف فيها. راحوا فعلا إلى أنه ما في نص، طبعا عندهم نص في اللائحة يقول إذا ما في نص تجتهد اللجنة وفق قوانين العدالة والقوانين الدولية والأعراف وإلى آخره. يعني حكاية أنه طبقوا مادة عقوبة ما فيها نص، هذه ما يأخذ، لا تأخذ عليهم لأنه عندهم مادة تشفع لهم بهالشيء فعاقبوا اللاعب. لكن أنا فعلا مع نادي التضامن
انه العقوبه، عقوبه الفريق اللي او النادي اللي اسرك اللاعب وينها؟ هذه منصوص عليها في اللائحه زي ما قال هو، لازم تسحب النتيجه. هم لا، هم تعاملوا مع الموضوع على انه لاعب لم ينفذ قرار. طيب ما دامك تعاملت مع الموضوع على انه لاعب لم ينفذ قرار اللي هو الايقاف بالكرت الاحمر وعاقبته مبارتين، طيب ليش عاقبت الاداري؟ يعني كلامه سليم، هم اخذوا من النص عقوبه اداري وتركوا النص الثاني اللي هو عقوبه فريق. يعني هنا الفريق او النادي اللي اشرك اللاعب لم يعاقب، فكلامه سليم. مساك الله خير استاذ عبد الله. يا مس النور يا هلا. انا ممكن يعني اذهب مع كل ما ذهبت اليه في نصوص اللي ذكرتها واشرت اليها ما لم نعرف رد قانوني من قبل لجنه الانضباط من اتحاد القدم، لكن انت طرحت ايضا قضيه اخرى وقلت انت انه يجاملون شخص في اتحاد قدم، هل ممكن تذكر هذا الشخص لنعرف الصفه وبالتالي لماذا جاملوهم اذا كان امين عام الاتحاد؟ نعم، امين عام الاتحاد هو اللي صور الموضوع لهم انه موقفه في خطر اذا تم قبول شكوى الالتزام. اسمه عبد الله، اسمه عبد الله. استاذ عبد الله، انا بامانه كنت اتمنى انك تركز على الجانب القانوني لانك انت موقفك قوي. الجانب الشخصي اللي ادخلته في الموضوع اخر شيء قد يضعف موقفك صراحه، ما له داعي نهائيا. يعني انت موقفك القانوني سليم 100%، انا اقترح انك تسحب هذا الاتهام وتركز على الجانب القانوني اللي يخدمك بنسبه 100%. انا ليش سالت عن الشخص؟ ابغى اعرف وش صفه الشخص اللي جامله بالفريق، هذا اولا، وثاني هل بالفعل اذا جمل يعني هل بالفعل انه في شخص ما حتى لو كان رئيس اتحاد القدم، مش اي واحد، حتى لو كان رئيس اتحاد القدم، هل بالفعل يصل الامر الى انه اللجنه تجامل على حساب القانون والانظمه؟ واذهب دائما الى انه ما دام انا عندي نصوص قانونيه واضحه. طيب خليه يمكن مثل ما قال استاذ محمد يمكن يسحب اتهام ولا اي، بس كلامه في الاخير، في الاخير هو في يعني في الاخير ليش اتهم؟ هو الان امامه فرصه انه يسحب. عشان كذا سالت لاستجل الامر، لانه دائما عندنا ناس كثير يتهمون ويروحون لمؤامره ويتركون نصوص القانون، هذا هو الاهم للاسف الشديد. استاذ عبد الله الامر لك، ما زلت على الهواء بين حديث الزميلين، تسحب اتهامك؟ ما في اي مبرر يجعل امين اتحاد القدم يستميت على تنفيذ هذا القرار الا انه هو اللي طالب الشيء هذا، لانه هو صور نفسه امام لجنه الانضباط بان موقفه سيكون في خطر. نتذكر ليش موقفه بيكون بخطر؟ طيب ليش؟ على اساس انه سجل اللاعب وافق الاتحاد على تسجيله، هو لم يزوده في العقوبات لانه ما كانت مدخله بالحاسب الالي. مفروض اللاعب يكون عليه العقوبة مدخلة على كشف اسمه، حالة الكشف باتحاد القدم لما يسجلوا أي نادي، وله شرط أساسي لأنه في مادة يقول لك شعار النادي هذا أمر روتيني، النادي يجب أنه يتحرى على اللاعب هل هو موقوف ولا لا، لكن هو صور الأمر الموقف في خطر. يعني قضية أخرى، لا يعني نادي عرعر لا يعلم بأن اللاعب موقوف؟ هم كذا كلامهم يقول ما يعلمون اول شيء. لا كلامك انت، لا مو كلامهم، كلامك انت 5/12 باقي شهرين كان. لا انت الان تقول انه اخطات امانه الاتحاد السعودي لكره القدم بعدم لما سجلت اللاعب في عرعر ما نقلت العقوبه المتعرض لها. يعني معناته اللي يفهمه من كلامك النادي عرعر يجهل او لا يعلم بان اللاعب معاقب وبالتالي لا يعاقب. اذا كان فعلا نادي عرعر لا يعلم لا يعاقب. لا يعاقب النادي. استاذ محمد، معليش، الموضوع شائك شعب. رئيس عرعر في المباراه الختاميه صرح بالقناه الرياضيه الاولى انه عندنا علم في ايقاف اللاعب وان نهايه عقوبته في 5/12 حسب شهرين، ما حسب ال 27 يوم حقت فتره التوقف بالموسم الماضي. فتره التوقف لا تحسب من ضمن العقوبه. منصوص عليها منصوص عليها في العقوبة؟ عليها نعم، لانه انا اذكر جيدا. انا اقول لك عليها. لا دقيقه يا استاذ عبد الله، انا اذكر جيدا قضيه حارس التعاون عندما وقف وكان ايقافه 6 شهور وكان يتخللها فتره التوقف ما بين الموسمين قبل طبعا يستانف، وكان منصوص في القرار نفسه قرار لجنه الانضباط انه يوقف كذا كذا علما انه فتره الاجازه لا تشمل ايقاف، بمعنى هذه ماده في القانون. اي ما في داعي للنص عليها. لا كان منصوص عليه في نفس القرار. ما في داعي، ماده موجوده في اللائحه. موجوده في اللائحه.
انه ما تحسب فتره التوقف. كانك ترى ان موقف عبد الله الان الاستاذ عبد الله قال اصبح ضعيف انت. لا لا مو ضعيف بس للاسف الاستاذ عبد الله وسامحني على هالكلمه دي المعلومات ما هي متناقضه. يعني هو الان حمل امانه الاتحاد السعودي لكره القدم ليش يا عبد الله يا استاذ عبد الله؟ قال لانهم ما بلغوا النادي. الان يقول النادي عنده علم. فما يعني في اشياء يعني ما هي لازم يحدد النادي عنده علم ولا ما بغض النظر انه ما بلغ رسميا. طيب هل من حقق الاستئناف استاذ عبد الله اذا صار النادي عنده علم ان هاللاعب موقوف ومع ذلك اشركه يجب ان يعاقب النادي؟ هذا اللي اقوله انا وبالقانون هالكلام. اذا النادي ما عنده علم على كلامه انا اقول له ليش تتهم امين عام الاتحاد السعودي لكره القدم؟ يقول انه ما بلغ النادي. صح ولا لا؟ قال كذا ولا لا؟ طيب انت الان تقول ان النادي عنده علم ورئيس نادي عرعر طالع وقال عندنا علم. طيب اذا خلاص امانه الاتحاد السعودي لكره القدم حتى وان لم تبلغ رسميا النادي ما دام النادي عنده علم هذا هو الاساس بالقانون. ان عندك علم ان هاللاعب موقوف وتشركه اذا لازم تعاقب. طيب انت مطالبتك استاذ عبد الله في الاخير عشان يعني احصل الموضوع انت مطالبتك باصدار عقوبه على النادي وسحب النقاط والاستفاده يعني وتجيرها لك يعني صحيح؟ هو الموضوع الان انتهي، الموضوع منتهي وشقيق نادي عرعر يشارك بالتصفيات. انا اتكلم على اساس تسليط ضوء على قرار خاطئ صدر من لجنه الانضباط يجب النظر له. يجب العوده الى هذا الموضوع، الماده 34 عدم احتساب فتره التوقف العقوبه في بالموسم او الموسم الذي يليه. لكن انا اتكلم على موضوع انه لو اعناق المواد في احدهم حتى يغيرون النتيجه ولا يعاقبوا النادي. طيب ليش تعاقب اللاعب؟ شو ذنب اللاعب؟ اللاعب ليش تعاقبه مباراتين؟ من اشرك اللاعب؟ من سجل اللاعب؟ لكن استاذ عبد الله صح هنا صح اي هنا صح هنا صح هنا كلامك صحيح مده شهر من الاداري هنا كلامك صحيح جدا مو موجود بالقرار صحيح صح صحيح لكن هل من حقك الاستئناف استاذ عبد الله ولا لا؟ لا لا تأثير بالقرار غير قابل للاستئناف. طيب انت تقول في البدايه انك انت قدمت شكوى وليس احتجاج وانه اللجنه اعتبرته احتجاج. اي نعم. صحيح؟ نعم. اذا من حقك تتظلم الى اتحاد القدم. مجلس اتحاد القدم وممكن لجنه قانونيه او الاستئناف. تظلمنا في 21/3 رئيس الاتحاد. على كل استاذ عبد الله باختصار اذا موقف او موقف اي شخص في اي قضيه قانوني لا داعي للذهاب الى الاتهامات الشخصيه بس. نعم. هذا اللي اقول لك اذا كان قاضي زميلك القاضي من قاضي اذا كان زميلك القاضي من قاضي. طيب استاذ عبد الله احنا شاكرين لك يعني اتجاهك للملف الاحمر والملف الاحمر منبر للجميع وانا اعيد واكرر إذا كان الاتحاد السعودي بأمانته بلجانه بالناطق الإعلامي الرسمي من رأيي فأهلا وسهلا. الأمر الآخر أشكرك أستاذ عبد الله بالاستعانة بالملف الأحمر. الملف الأحمر أكيد منبر لجميع الأندية. أستاذ عبد الله شكرا لك. ومدام أنه يقول قرار نهائي لا 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 الاستئناف فيه الآن يفترض أنه رئيس لجنة الانضباط تحديدا أو عضو في لجنة الانضباط يخرج يوضح موقف لجنة الانضباط. واضح في القرار يا بحمد. لا بس برضه في القرار في كل شيء مكتوب في كل شيء القرار بس برضه في كلامه يعني بصراحه معلش استاذ محمد في كلمه قالها انا يقول قدمت شكوى وليس احتجاج. هنا نقطه تذكر لما قضيه محمد نادي الاتحاد وقلنا انه المفروض يقدم شكوى وليس احتجاج نادي الاتحاد وهذا ما حدث. الان الرجل يقول كلام منطقي قانوني مقدم شكوى وليس احتجاجا. وهنا نقطه مهمه جدا وايضا من حق لجنه الانضباط ان المفروض العكس كامل. المفروض يحتج مش اذا كان يبغى النتيجه المفروض احتجاج بس احتجاجه متى يفترض يكون في وقتها الرسمي فما عشان كذا عموما شوف الماده ترى ابو مشعل ما لها علاقه بموضوع انك تحتج زي ما تفضل في موضوع القادسيه تصدت من تلقاء نفسها اللجنه هذه مخالفه يعني ما تحتري احد يحتج يعني ان تشرك لاعبا موقوف هذه مخالفه على النادي مخالفه على الاداري فالمفروض انه ما ننظر يعني المفروض من الاساس اللجنه هذه مهمتها ما تنظر ان احد يحتج الاحتجاج يمكن يفهم منه انك تطالب بالنتيجه تستفيد يعني انت كنادي. طيب هنا ايضاح بس يعني اذكرك مثل ما ذكروا الزملاء ان الاستاذ عبد الله ذكر انه حاول يتصل بالجميع لكن لم يتلقى اي رد على اتصالاته. اطلع فاصل ثم اعود لأدخل في محور الأساس أيضا الرياضة والأمن الوطني.
بكم، اسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الثاني من البرنامج. الان ادخل الى الملف الاحمر وقضيتي الرئيسيه لهذا الاسبوع، الرياضه والامن الوطني. اتابع تقرير الزملاء ثم اعود. سنختلف في اشياء كثيره، لكنني اؤكد اننا لن نختلف في الرياضه بانها مهمه، عوضا عن أنها جذابة جميلة. وأؤكد أيضا أننا عشقناها بشتى أنواع العشق، الحب، الهيام، الجنون، حتى وصل البعض إلى الحب الأعمى والتعصب الأقسى، فأصبحت بعض الميادين مكانا لا ينتمي للأمن. وهنا نتوقف ونوقف العشق المهم إن أراد تخطي الأهم. أهلا بكم في الجزء الثالث من ملفنا الأحمر، ملف القيم في الرياضة. جعلنا عنوانها الأمن. نعلم أهمية الرياضة في نسيجنا الاجتماعي، ولكن هل التصاعد الإعلامي والجماهيري وشدة التنافس يعتبر ظاهرة صحية أم سلبية؟ هل يلعب المجال الرياضي دورا أساسيا في تعزيز الأمن الوطني أم اكتفى بالدور الثانوي؟ في الرياضة كيف نحدد الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن الوطني؟ كيف يمكن أن يكون المدرج والمنبر الرياضي مثالياً لتعزيز المفاهيم الأمنية؟ هل صحيح ما يقال أن الحراك الرياضي التنافسي المثير قد أشغل الشباب عن مجالات خطيرة فكرياً وأمنية؟ لماذا تلك الهالة الإعلامية الكبيرة التي أحاطت بمجالنا الرياضي عوضاً عن بقية المجالات؟ ما السبب؟ وأخيراً، ما المطلوب من كل المنتمين في الوسط الرياضي من أجل رياضة تنافسية تضمن تعزيز المفاهيم الوطنية؟ برنامجنا يعشق النصر، وقد يعشق الهلال أو الأهلي أو الاتحاد أو الشباب أو البقية، لكن اسمحوا لنا، سنظل نرى بأن محاولة المساس بالأمن صعبة قوية أو مستحيلة، وسنظل نرى أن الأمن هو نادي القرون السابقة والقادمة وهذا القرن، وسنظل نؤكد أن الأمن هو الإمبراطور والعميد وشيخ الأندية. أعزائنا، قد يكون الانتماء للأمن ليس غالي الثمن، لكن الأمن لا يقدر بثمن. لبرنامج الملف الأحمر، إبراهيم المديش. شكرا للزملاء. تقرير الحلقة، الرياضة والأمن الوطني، النسيج الاجتماعي، تأثير أهمية الرياضة، كل هذه الأمور طرحها في رسالات التقرير من خلال التساؤلات. أترك الأمر لكم للزملاء مرة أخرى، أرحب بالزميلين محمد دويش وخلف ملفي، وأيضا الدكتور محمد الثقفي، الباحث ومستشار أمني وعضو هيئة تدريس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اللي بيكون معي بعد شوي أيضا. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما أخبرني الزميل رئيس تحرير هذا البرنامج الزميل مهدي بساوي أنه عن موضوع الحلقة، الحقيقة رحت أتساءل يعني ما المقصود بالضبط، يعني لما نربط بين الأمن وكرة القدم أو الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد. يعني في المملكة العربية السعودية حقيقة لم نشاهد على مدار سنوات ما يمكن أن نسميه إخلال بالأمن نتيجة كرة قدم. ربما صار هناك مظاهر في الشوارع أو في الملاعب مما يمكن أن نسميه مظاهر مرفوضة، وربما تسببت في بعض المشاكل الحمد لله لم تصل إلى حد أنه يكون مثلا فيه وفيات. اللي توفوا نتيجة كرة القدم توفوا أشخاص محدودين نتيجة تأثرهم بالنتيجة، يعني اللي توفي نصراوي الله يرحمه، اللي توفي بعد المباراة كأس ولي العهد أعتقد العام الماضي لما جاء هدف التعادل النصراوي توفي مشجع هلالي. هذه حوادث يمكن نتيجة مرض قلب أو شيء من القبيل، ما نستطيع أن نربطها مباشرة بموضوع الأمن. فأنا أشوف أنه كرة القدم أو الرياضة وكرة القدم بالذات في السعودية لم تصل ولن تصل بحول الله وقوته إلى مرحلة أن نقول بأنها باتت تشكل خطر على الأمن الوطني.
أو الأمن الاجتماعي حتى رغم شجبنا واستنكارنا لبعض المظاهر التي قد تحدث بين الجماهير أو في الشوارع. الحاجة الأخرى وهي اللي يجب أن نلتفت إليها جيدا، قد يكون دخل على الخط أناس لا علاقة لهم بكرة القدم ولكن لهم أجندة سياسية أو طائفية أو شيء من هذا القبيل، وبدأوا يستغلون بعض الأشياء اللي تحدث ويزيدونها. يعني شفنا أخبار ما هي بصحيحة، شفنا صور ما هي صحيحة، صور مسيئة سواء مثلا بين النصر والهلال أو بين الاتحاد والأهلي، هناك من يروج لهذه يتلقفها بلهفة ويروج لها دون أن يتأنى، يعني ينتظر قليلا هل هذه الصور أو هذا الحدث صح ولا ما هو صح. يعني زي اللي نشر مؤخرا أنه توفي طفل نصراوي أو العكس نتيجة شقيقه قتله، طلع الخبر ما هو صحيح، وهذا تناقض في وسائل كذا بشكل مخيف. هذا اللي وضع الخبر عنده أجندة يريد أن يصل عن طريق كرة القدم إلى شيء ما. هذا يجب يا أبو مشعل أن نلتفت تماما لهذا الموضوع، كلنا كإعلاميين مسؤولين، أن لا نسمح لأحد أن يخترق كرة القدم. كرة القدم تحتمل كل اللي تشوفه، تحتمل الإثارة، تحتمل التنافس الشديد، الصراع الإعلامي إلى آخره، كل هالمظاهر تحتملها كرة القدم. لكن أن تصل الأمور إلى درجة نسمح لأحد بأنه يدخل على كرة القدم لأغراض أخرى، هنا الخط الأحمر. أتفق معك بالسمان تغذى حتى خارجية من خلال الواتساب أو من خلال تويتر أو كذا، في تغذية وبث أخبار كلها يعني غير صحيحة أبدا. شوف مثل يمكن ما قال أبو سليمان، لكن بأشير إلى بعض الأشياء اللي حدثت، وكانت وزارة الداخلية حريصة على أن تتصدى لها بأسلوب جيد ومقنن. تذكر أنه كان في بعض المباريات خرج بعض الجماهير يقفون في الشوارع الرئيسية ويسكرون الشارع ويعتدوا حتى على بعض الأسر وكذا، هذا حدثت. أيضا في الآونة الأخيرة كان في تكسير لبعض المحلات التجارية في أكثر من منطقة، مش في منطقة واحدة، وهذه كان فيه احترازات أمنية جيدة جدا بعد المباريات اللي تلتها، وأعتقد أننا نملع نسمع مثل هذه الأشياء بشكل أو آخر. وزارة الداخلية دائما قريبة من الرياضة، يعني أنا أعرف أشياء كثيرة في ملفات درست جيدا واهتمام كبير جدا، حتى أنه كان في ما يسمى الأمن الرياضي بشكل أو آخر. وأقول لك شيء، المشكلة الرئيسية أنه للأسف الشديد أنه الإعلام الرياضي بشكل عام، ما راح أقصر بشكل عام يعني في الغالب، ما أقول طبعا كله لكن في الغالب، وبالتالي يصل إلى مرحلة التعميم تقريبا، أنه غائب عن التوعية ولا يحضر ولا يحتفي بالأشياء الجميلة اللي فيها حرص على توعية المجتمع وفي حرص على تهذيب الإعلام. أعطيك مثال، الاتحاد الرياضي السعودي اللي كون من الداخلي عمل قبل سنتين ندوة عن التعصب الرياضي لمدة 3 أيام، الحضور الإعلامي كان فيها ضعيف، فيها دكاترة، فيها أكاديميين، فيها خبراء، فيها إعلاميين يعطون محاضرات وكذا، لكن لم تغطى بشكل جيد. قبل أسبوعين أو أسبوع جامعة نايف للعلوم شكلت ندوة بناء على طبعا توجيه من مجلس الوزراء العرب، وحضر كثير من الدول العربية، مختلف الدول العربية، وفود تمثل الدول العربية، وكان فيها ندوة لمدة 3 أيام. تشرفت أني أحضر آخر الجلسة، وكان الرياضية مشكورة صراحة نقلتها كلها كاملة على الهواء، لكن تجي الحضور الإعلامي السعودي بكل وسائله يمكن 1% 2%. الجامعة أرسلت للصحف وأرسلت لوسائل الإعلام وأرسلت لزملاء يحضرون يكونوا موجودين، حتى بعضهم للأسف أنه كان يفترض أن يحضر ليكون أيضا مشاركا في الندوات يعني كمشارك رسمي، واعتذر في آخر لحظة بعضهم. يعني فنقول يعني التوعية من جانب الرئاسة العامة للشباب، أعطيها مثال رئيسي، الجانب التوعي من الإعلام بشكل عام ضعيف، والتفاعل مع بعض المناشط الجيدة أيضا ضعيف. لكن صراحة جامعة نايف حرصت كثير الحرص وسوت صراحة ميثاق شرف إعلام رياضي إذا طبق من قبل مجلس الوزراء ويعمم بشكل رسمي في مجلس الوزراء العرب أو شيء من قبيل، إن شاء الله لما يتداخل الدكتور هيعطيك تفاصيل أفضل، سيكون له وقع ميثاق شرفي معناه يوثق ويعمل به قانونيا. الرئاسة عامة الشباب سمعنا عن حملة الاحترام، حملة الكرة وليس الكرة،
فقط على الورق من 3 سنوات ما لها أي تفعيل، ما لها أي تفعيل. لما تروح مدرجات في أشياء جميلة لكنها قليلة. آخر مثال في مباراة الأخيرة، وهذا من العام الماضي يحضره، لكن في المباراة الأخيرة بين الهلال والنصر، أول مباراتين حتى الأخيرة يمكن النهائي واللي بعده، كان فيه فريق طبي فريق طبي متطوع عن طريق إدارة المستشفى الاجتماعي في نادي الهلال، يتوزع في المدرج ككل وليس فقط جمهور الهلال للإسعاف من يغمى عليهم أو ما يحدث لأي عرض صحي. وخرجوا في أكثر وسائل إعلامية وبيّنوا أنهم يعني كثير من الحالات أسعفوهم. هذا يعطيني يعني احترام للنادي والمؤسسة الرياضية بشكل عام، وفي أندية أخرى أكيد تعمل، لكن هذا جانب كان مهم جدا موجود في المباراة الأخيرة، لكنه ما يلقى الضوء عليها بشكل جيد في الإعلام وقص عليها. وطبعا لجنة الإعلام هو الرسالة الحقيقية لتهذيب المجتمع. أنا أعتقد الإعلام يحتاج، قبل ما أدخل في هذا أبو سليمان تسمح لي أشرك معنا الدكتور محمد الثقفي الباحث المستشار الأمني وعضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم. دكتور مساء الخير. يا مساء الخير الله يحفظك. سعداء بتواجدك معنا، وكنا نتمنى تكون في الاستديو لكن لظروف سفرك أن تكون معنا عبر الهاتف. دكتور، حول هذا الأمر، حول النسيج الرياضي، تأثير الرياضة والأمن، حول كل هذه الأمور دكتور، يعني وأنت الباحث والأستاذ، كيف تصور المشهد وهل وصل فعلا لحد الظاهرة؟ يا سيد الكريم، أولا عذرا عدم مشاركتي معك والإخوة الكرام، وتحية لك والمشاهدين. والحقيقة أن الرياضة كظاهرة اجتماعية تتكامل حينما يكون دورها إيجابي مع المؤسسات الأمنية في خلق بيئة متماسكة. من فضل الله المجتمع السعودي لا زال التشجيع والتعصب الرياضي غير فاعل ومؤثر لما هو مهدد أمن. ولكن بالتأكيد للرياضة عموما وللمؤسسات المختصة دورا إيجابيا في خلق وتعزيز الأمن الوطني. يعتقد البعض أن مفهوم الأمن الوطني ينحصر في قضية إجراءات أمنية حسب، لكنه في الواقع عبارة عن أمن، إجراءات أمنية زائد تنمية لكثير من الجوانب في المجتمع، تنمية بشرية، تنمية اجتماعية، تنمية اقتصادية. ولذلك تجد أن الرياضة دور ساعد في تنمية هذه الجوانب المتبرعة من الأمن أو من التنمية أيضا. حينما ننظر إلى أي نشاط رياضي سواء في المبرمج في مدارسنا أو جامعاتنا أو حتى في مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في النوادي الرياضية، نجد أن لها دورا كبيرا في تماسك المجتمع فيما حينما يكون الدور إيجابي. طيب دكتور اسمح لي، يعني وانا قاعد اسمع لك جاء تبادر الى ذهني كثير من النقاط، وهذا لك وللزملاء يعني لو احب اشاركه في بصراحه نظره غير متفائله من الوسط الرياضي ومن النقاد في الوسط الرياضي الى انه الرياضه ليست باولويه وليست باهتمام من قبل مؤسسات الدوله، يعني لا تعطى ذيك الاهميه. ما زال التصور بانها تسلية وإشغال الشباب في أمور أحسن من إشغال في أمور أخرى، ما زالت هذه النظرة هي السائدة. لكن أنا سعيد أن أسمع منك مثلا مثل هذا التفاعل الجيد، لكن بصراحة ما زالت هذه النظرة نظرة يعني خلينا نسميها غير متفائلة، ما زالت موجودة في الوسط الرياضي من قبل النقاد الرياضيين يعني وأهل الرياضة. يعني هو في الحقيقة أن الرياضة تطلع بدور مهم، وهي محل اهتمام المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الأهلية، وهي أيضا حينما ننظر إليها لها دور إيجابي فيما يتعلق ب أولا خلينا نقول امتصاص أوقات الفراغ لدى الشباب، ثم لها أيضا في قضية بالإمكان من خلالها إرسال رسائل تربوية لتعميق الحس الوطني والوحدة الوطنية. وهي ما مجرد أن نتذكر أن هناك منتخب يلعب كرة تجد جميع أفراد المجتمع وباختلاف انتماءاتهم الرياضية لأنديتهم يتفقون على أن هذا النشاط الترويحي وكأنه رابط يربط الكل حول الاتفاق حول الوحدة الوطنية. صحيح،
هذا مثال في حد ذاته. طيب دكتور خلني اخذ منك او اسمع منك، يعني في خطوط حمراء يعني تتعلق ما بين الامن الوطني، في امور او منطقه يجب ان لا نقرب منها او ان يعني لا توصل الى هذا الحد، خلينا نسميها خطوط حمراء. بالتاكيد لا شك يجب ان من فضل الله لم يحدث كثيرا، لكن يجب ان يحرص المهتمون بعرض الانشطه الرياضيه اعلاميا وحتى على مستوى الدواخل الأندية والمؤسسات الرياضية أن هناك خطوط حمراء يجب ألا تؤثر على التماسك الوطني والأمن الوطني. على سبيل المثال يجب ألا تتجاوز أو يتجاوز التعليق الرياضي الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين هذا المجتمع. كذلك فيما يتعلق بتعزيز عدم احترام الآخر والمنافس، كذلك يجب ألا نرسخ صور التعصب الرياضي والذي قد امتد الى تعصب عرقي او مذهبي او مرقي وما الى ذلك. ايضا يجب ان لا نسهم دون ان نعلم في تشويه صوره المجتمع السعودي امام المجتمعات الاخرى والعالم، ويجب ان لا نعمق ايضا التعصب لئلا يتحول لا قدر الله الى مظاهر من العنف ضد الاشخاص والممتلكات. اشكرك دكتور. قبل ما اودعك في جزئيه بسيطه ابغى ايضاح منك مشكلة ابو احمد قبل شوي. لا كنت ابغى بس اذا إيه؟ انك في السلفي ولا بعدين انا وش الجزئيه كنت الان نفس اللي هو هذه الثلاث ايام إيه؟ هو كجامعه الميثاق ذكر كيف ماذا عن الميثاق يا دكتور؟ كيف وجد بالفعل تفاعل الاذنت لي؟ نعم الاذنت لي ان اوضح للساده المشاهدين ولضيوف الكرام، ولو ان الزميل الاخ الثلثي كان شريكا معنا هو واعلاميين وباحثين ورياضيين ومسؤولين في وزارات الشباب والرياضه على المستوى العربي، في ان وصلت جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه في يوم 20 من هذا الشهر الى ميثاق اسمي او اتفق المجتمعون على تسميته ميثاق الرياضه للاعلام الرياضي. هذا الميثاق الذي صنعه وشارك بصراحة كثيرون من المختصين سيعرض بإذن الله تعالى في مجلس وزراء الإعلام العرب في منتصف الريال القادم. ونعتقد في الجامعة والسعوديون الذين شاركوا في فعاليات أو صياغة هذا الميثاق أنه مفخرة، لأنه بإذن الله تعالى سيسهم في خلينا نقول تعطير الإعلام الرياضي الذي لم ينحرف كثيرا في التأثير السلبي في مجال الإعلام الرياضي. دكتور محمد الثقفي الباحث ومستشار الأمني وعضو هيئة تدريس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شكرا دكتور. أترك الحديث لكم تفضل. أعود أنا طبعا للحديث عن موضوع الإعلام. طبعا الإعلام أنا أعتقد الإعلام نفسه بحاجة إلى توعية. يعني الزميل أبو أحمد أشار إلى الندوة أو اللي عملت مؤخرا وقال أنه القناة الرياضية السعودية كانت تبث أو تعلم، لكن أنا في نفس اليوم اللي سمعت فيه محاضرات عن التعصب يعني أسمع أن الندوة تكون مثلا العصر أو الظهر أو حتى المغرب بالليل في نفس اليوم في ذاك اليوم برنامج في القناة الرياضية كله تعصب. يعني القناة نفسها ما استفادت من هذا الذي يعرض عليها، صح ولا لا؟ فإن هنا مشكلة الازدواجية عندنا، أنه أنا محمد الدويش ممكن ننظر في التعصب الرياضي، لكن بعد ساعتين ثلاثة أنا نفسي أمارس التعصب الرياضي. فهذه مشكلتنا صراحة يعني. طيب جميل جدا أنك تعمل مثل هالندوات أو مثل هالمؤتمرات أو مثل جميل ما نقول لا، ويفترض أنه زي ما قال أبو أحمد يصير عليها إقبال كبير. لكن أنا أعتقد أنا مثلا لو تسألني ليش ما أروح لهذه؟ لأني ما عندي قناعة فيها. أعرف أنها مجرد تنظير بس. ما عندك قناعة، أوقف أنت أبو السمن هذا. أوقف أطلع مع زملاء أو معكم إلى فاصل ثم أعود في الجزء الأخير من البرنامج. اهلا بكم في الجزء الاخير من البرنامج، اسعد بصحبتكم وبصحبه الزميلين زميل محمد دويش وزميل خلف ملفي. انا توقفت عند نقطه على السطر غير ما في قناعه.
اللي ذكرها زميل محمد دويس، يعني انه ممكن ان تجي دعوات مثل هذه، مثل هذه الملتقيات او المنتديات او الحوارات، ولكن لا توجد قناعه لدى الزميل محمد دويس ان يحضر هذا الامر. نفس صدقي نفسك نفس الكلام، اتفق معه. انا اروح اشياء وانا غير مقتنع انه مجرد حيصير كلام في كلام. لكن لما يصير في مثلا هيئه معينه او مؤسسه كبيره او جامعه مثل جامعه الامير او اي مؤسسه كبيره لها ثقلها، اسمح لي ابو احمد اقاطعك هنا شوي، بس يعني في نفس السياق اللي انت فيه الان، الدكتور قبل شوي قال انه هذه راح ترفع الى الوزراء الاعلام العرب وممكن ونفرض وتفعل في ايوه راح ترفع، وتعودنا على اشياء كثير ترفع وتقر وكذا، ولكن تبقى حبيسه الاتراك. لن تفعل يعني قضيه تفعل تفعل. لا هي حترفع ولن تفعل. شوف قضيه التفعيل بقول شوف ليش اتفق مع ابو سليمان، وكنت صدقني انا متاكد زملاء كثر في قياديين يجيهم مثدات هذه ما يعطونها قيمه لانهم عندهم نفس التصور. بس انا اقول هذا ايضا خطا في المسؤول او المناقد او اللي يدعى لمثل هذه الامور. ليش؟ لانه كل ما حضر وكرس لتفعيل شيء مع مرور الوقت حيتفاعل. انا في بدايه الكلام انا كنت على فكره نبت عن واحد من الزملاء غاب، فنبت عنه في نفس كان الجلسه الاخيره، وقلت لهم انا ما حضرت لكني اخذت رؤوس معينه، وقلت لهم قلت شوفوا اذا احنا بنجلس الان نتكلم كلامنا هذا مكرر مليون مره. هذه بدايه كلامي، كلامنا هذا مكرر مليون مره، وكلكم تعرفون مواثيق الاعلام و لكن اذا ما طرقنا القضيه كقضيه واعترفنا فيها وناقشناها وفعلت من قبل المسؤولين الكبار، وانا اقول اذا ما تفعل من قبل المسؤولين الكبار والقياديين في كل الدول العربيه، فما ما ما له داعي نجتمع مره ثانيه. هذا المفروض اللي انا اذا وصلنا اليه يوثق. والحقيقه انه في شوف في قياديين كبار موجودين، بعضهم ممثلين رؤساء دول او ممثلين لوزراء، يعني ممثل رسمي للوزير. بس سالت احمد سؤال، بسالت سؤال، الحين الدول العربيه اللي اجتمعت زين وطلعت ميثاق للاعلام الرياضي ككل صح العربي؟ نعم. هل في كل دوله في ميثاق؟ السعوديه عندنا الان، عندنا يا ابو احمد الان انا وياك اعلاميين رياضيين صار لنا سنوات يمكن انا سابق، عندنا ميثاق لنا؟ احنا انا ضربت ميثاق في اللي في الامير السلطان فهد الله يذكره بالخير من وقف عندما جمع 153 نادي وطلع ميثاق، وقلنا في حينها كاعلاميين انه هذا الميثاق لن يطبق او ما طبق. ما مر شهر الا نفس اللي موقعين عليه اخترق. ايوه هذا الكلام قلنا وش هو الميثاق؟ هو نقول الميثاق لازم يطبق بقوانين وانظمه، يعني اللي ما يطبق الميثاق يعاقب. هذا وعلى فكره يعني شبه اجماع. انت ما فهمت ايش اقصد الحين. دول عربيه تجتمع وهي نفسها، يعني تخيل مثلا بعيدا عن موضوع الميثاق، لو مثلا طلعوا قانون عربي عام، والقانون هذا العام ما هو موجود في الدول، يعني كيف بيطبق؟ يعني اذا ما هو موجود في نفس الدوله كيف انت تتعمم؟ هو شوف هو انا اعتقد العرب مو جلد للذات طبعا، بس لا زالوا فعلا ظاهره صوتيه، لا زالوا يجتمعون ويصدرون كل هذا متفق يعني. بس انا اقول لما يصدر يعني بناء على توصيات او مطالبات من قيادات الدول مثل مجلس الوزراء وغيره، بالتالي انا لازم اتجاوب كمختص في الرياضه، يعني كواحد يشيل هم الرياضه بسنوات او كمسؤول او كقائم أو رئيس تحرير لازم اتفاعل بما يحقق هذه الغايه. اوكي اذا انا مع مر الوقت انا في الاخير على الاقل قد اصلح جزء، قد اصلح حتى نفسي، قد اكون انا مخطئ اصلح نفسي من 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 خلال مثل هذه الاجتماعات، ايضا اكون علاقات، العلاقات تؤدي الى اصلاح. اذا ما صار عندك علاقه مع شخص معين اي مشكله تحدث تصير بينكم تنافر، اذا صار عندك علاقه تحد تخف حده المشكله، تحتوي الموضوع. بالتالي اقول مثل هذه الاشياء مطلوبه ويجب ان تعمق وباشياء كذا. انا دائما اقول انه عندنا فيه مؤسسات رياضيه قياديه يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه، ودائما نذهب الى المؤسسه العليا لوزاره الثقافه والتعليم الاعلام، وبالتالي لازم يكون لها دور في هذه الامور. لكن ايضا شوف تدري انه مباراه الهلال والنصر نهائي كاس ولي العهد صارت من المشاهد الجميلة في هذا الميثاق، كل الموجودين ضربوا مثال فيها أن 62,000 متفرج لم يحدث هناك مشاكل، ضربوا مثال في تيفو النصر كتيفو جميل جدا في هذا المشهد أصبح موجود في كل الدول العربية، كل الناس شافته. المباراة كمباراة جميلة بشكل عام، مثل ما قلت لك المشاهد اللي ذكرناها في الكواليس اللي مثل عمل الفريق الطبي، كل هذه صارت مضرب مثل في هذا الميثاق. طيب أنا خلينا نرجع عن جزئية انه وبضرب فيها مثال، انه ما زال الاعلام يتعامل مبدا الجمهور عاوز كذا على ما قال، يعني اجي في مشهد واحد في المباراه الاولى واضرب مثال بمباراه النصر والهلال،
في المباراة الأولى والمشهد اللي كان في آخر اللقاء بين أمير فيصل بن تركي وبين الكوتش سامي الجابر ركزوا أنه هو مشهد واحد يعني في لحظات أقصد ركزوا الناس على مثلا تفاعل الأمير فيصل إن فزنا أو هذا الحد ونسوا أنه في نفس المشهد في دقائق كان في عناق وسلام وكذا جزء ركز على جزء وهم الجزء يقودني إلى أنه ما زال الجمهور أذكر كلمة كده ذكرتها أبو سماع في حلقة سابقة ما زال الجمهور هو من يقود الإعلام هو من يطالب هذا الشيء يعني لم يركز الإعلام على الجانب الإيجابي في الموضوع كله اللي هو السلامات والتهاني وركز على جزئية معينة هذا يعطيك يسولك المشهد كله يعني. ما هي الجزئية ما اللي يعني ركزوا عليها الجزئية الثانية وش اللي ركز عليها في الأول هو الـ الانفعال وإشارات الأمير فيصل هذا في المباراة الأولى المباراة الأولى يعني أعطيك مشهد واحد ونسوا أنه في نفس في المباراة الثانية لا في نفس المباراة حتى في نفس المباراة بعد الإشارات كان في التقاء وسلام يعني حسب اللي الناس بس المباراة الثانية أبو سلام اللي انهزم فيها النصر كان الأمير فيصل من تركي في قمة روح الرياضية وهذه هذا المشهد اللي انا كثير ركزوا عليه لكن المباراه الاولى لا اتفق معك نعم انا ما اتكلم عن روح ايضا تجاهلته لا انا اتكلم عن انه كيف الاعلام ركز على مشهد واحد انا فهمت الان عرفت ايش تقصد وخلى باقي المشهد انا اقول لك ان الامير فيصل بن تركي في ذاك المشهد يوحي حركته يوحي بانه يقول كلام ما هو كويس انسان يعني المشهد نفسه يوحي يعني وانا جالس خلف الشاشه اقول انه قاعد يقول سامي كلام ما هو يعني بطريقة هو طبعا طلع ووضح وقال لا أنا كنت فقط أقول له يعني أقصى كلمة يمكن قالها أنه هزمناك بدون جابر هي هو هذا الحديث اللي صار بس برضو أنتوا تجاهلتوا أيضا أنه ترى سامي الجابر ما هنى النصر يعني هذه برضو توخذ أيضا يعني بقدر ما الأمير فيصل بن تركي كان في الحالتين وإن كان يوخذ عليه في الحالة الأولى لما فاز أنه جاي زي ما بروح الفرس أو روح النشوة بروح الإي يعني حتى شكله وحركته توحي بأنه متعالي شوي يعني على سامي الجابر هذا الشكل المقابل هناك مدرب بس هذه الصورة بس ما هنه رفض يقول أنا ما هنه لأنه ما يستحق الفوز طيب أنا الآن ما أضرب أمثلة هنا من الصح من الخطأ أنا أقول على الإعلام كيف تعامل جزئية واحدة في نفسها جزئية النشوة اللي عبر فيها الأمير فيصل بس برضو الإعلام يا أبو مشعل بعض الإعلام تجاهل ايضا تصرف سامي الاعلام ايضا سلبي ايضا الاعلام ايضا انا في بس عشان اتحدث عن نفس المشهد عشان تكون صوره واضحه يعني المشهد الاعلام تجاهل اللقاء الجميل بعدها يعني احنا كاعلام ما زلنا نتبع وشبه منا جمهور انا هذا اللي تهمني مش عارف شوف المشهد الاول البحث عن الاثاره يعني اقصد المشهد الاول حتى تكلم سامي باليد هو صوره لا نعرف ماذا قال وبالتالي لو كان فيه كلام غير جيد اعتقد انه سامي او اي واحد من هذول ممكن يقول كلام اللي قاله فيصل بن تركي ما دام ما تكلموا عن شيء جاي غير جيد معناه يفترض ما افسر الصوره على كيفي المشهد الثاني المباراه الثانيه لما فيصل بن تركي عانق سامي وهنا الاعلام تكلم عنها واعطى فيصل بن تركي حقه في هذا العمل الجميل والروح الرياضيه الخلاقه انا اقصد هنا ان الاعلام لا يعطي او لا يبحث عن الجانب الايجابي هذا يعني في كثير من الامور صحيح نعم اتفق معك في كثير من هذا الجمهور المشهد. الان بات مثل ما قلت في الحلقه الماضيه بات في الغالب الجمهور هو عامل الضغط يعني اكثر من اي عامل اخر أنا اصبح الجمهور الان مو كل كاتب طبعا يكتب حسب رغبه الجمهور ما يطلبه الجمهور لا في كتاب او اعلاميين لا زالوا يقولون رايهم بغض النظر عن قناعه الجمهور لكن في الغالب في المشهد السعودي الحالي نعم الجمهور أصبح هو عامل الضغط الأول في المشهد هذا يقود أيضا التعميم على الجماهير زي ما قال أبو أحمد في مظاهر الآن الجمهور سبق الإعلام فيها صراحة يعني ومباريات النصر والهلال وطبعا أنا أقول النصر مباراة النصر والهلال الأخيرة أو اللي قبلها كلها أو حتى العام الماضي النهائي كلها طبعا زادت الامور الايجابيه في المباريات الاخيره يعني لاحظ هنا المفارقه وهذا شيء ايجابي مع عوده حده التنافس بين الهلال والنصر او النصر والهلال الى ما كان عليه سابقا قبل يمكن 10 سنوات او 15 سنه الجمهور تغير يعني حتى في موضوع التيفو بدل ما نسمع نيفيا وفي المقابل نيجيريا وهتافات ولا أصبح الاهتمام بالشكل الجميل صار كل جمهور يحرص أن يقدم وجهه الجميل صحيح فعلا الجمهور يعني بقدر ما تقول أنه الآن يضغط في أمور سلبية بقدر أيضا أنك ما تعطيه حقه تقول له بدأ يتقدم على الإعلام الرياضي حقيقة
هذا يقودني هنا الى السؤال اللي ضربت فيه المثل حق المشهد هذا، انه الاعلام احيانا بالتركيز على الاثاره قد يسبب في ايضا ضرب النسيج هو الامني. هو انت تعرف في الاعلام ما تعلم ابوه انه دائما الاشياء السلبيه وهذه تبيع، وهذه للاسف طبعا صارت تطغى في اشياء كثيره الان موجوده عندنا، صار حتى ناس كثير يجون يقول لك يتكلموا عن المهنيه وخلاق المهنه وما يفهمون فيها، وهذه مشكله كبيره الان في الاعلام كاعلام. يمكن ابو سليمان قال الاعلام يحتاج، وهذا يحتاج حلقات يمكن تكلمنا كثير وياك في هذا الموضوع. لكن شوف اذا بغينا نتكلم عن نفس موضوع حلقه، خلني اذهب الى جهه مهم يعني ناحيه مهمه جدا. الجمهور لما يدخل ملعب كم مره طلعت القنوات والصحف والاعلاميين نفسهم والجمهور يعني يشتكون ويتذمرون من طريقة الدخول والتفتيش إلى الآن ما تحسنت. فأنا أقول أنت تتكلم عن الأمن، إذا الأمن له دور مهم في أنه هذا المشجع يشعر بأنه جاي يتفرج مباراة مش جاي يشعر بالأمن بطريقة شوف عشان نتكلم بصراحة، يعني إحنا نريد أن نفعل كل ما هو جميل ونريد أن نتلافى كل السلبيات أو أغلب السلبيات. يا أخي هذه إلى متى؟ بقولك شيء، استاذ الملك فهد الدولي لا تكاد تمر مباراة بين الهلال والنصر أو الهلال والاتحاد، وأنا أركز على مباراتين هذه، إلا وتطلع لنا مشكلة التقسيم. مباريات أخرى لا تسمعها. لماذا؟ أستاذ الملك فهد الدولي تحديدا في الشباب والنصر، شوف أستاذ الملك فهد الدولي هذه مباراة يعني كانت قبل فترة بسيطة بسبب المشاكل اللي صارت بين النصر حتى الاتفاق والنصر صار في موضوع تقسيم. لا في الدمام اللي في الدمام طرح موضوع بطريقة يعني جيدة. لا أنا أتكلم يعني تحديدا. لا أحمد أنت ركز على الدخول، فعلا أنت تطرح قضية مهمة حقيقة. والله جد يعني شيء. إذا دخول الجمهور عندنا يا أبو مشعل لا زال في مشكلة حقيقة. يعني لما أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، لما كنت أروح الملاعب حتى كإعلامي كنت أشوف مشاكل كيف العالم تعامل. يعني تخيل واحد جاي تارك شغله وتارك يعني احيانا اسرته واحيانا عمله و و و الى اخره، وجاي يبغى يتفرج على الكوره يستمتع في مباراه ودافع فلوس، يعني ما هو داخل مجانا ومع ذلك يعامل هالمعامله. هذه فعلا نقطه جدا مهمه، يجب على الامن انه يلتفت لهذه النقطه. خلينا نضرب امثله. جمهورنا يستحق التعامل الحضاري صراحه. شكرا مستمع. ترى المثال الحي يعطي قيمه اقوى. اول شيء انا شخصيا كاعلامي لما اجي ملعب باي مكان في العالم وابرز بطاقتي، تفضل ان شاء الله معي 5 10 15 ما يناقشك ابد. انا جاي ادخل نفس الشيء اعلامي في مباراه ما يفتشني يقول لي قال مكان ما تدخل فيه. قلت له يا اخي انا اعلامي ودار جدل كثير قدامي ايضا الجمهور. اتصلت فيني امراه قبل سنه قبل 4 سنوات قالت لي انا ما اعرف طبعا، اتصلت فيني قالت لي يا خلف انا اقرا لكم كذا كذا، يا اخي نريد ان توصل صوتنا للمسؤولين، ولدي عمره 17 16 سنه جاي مع زملائه من الملعب يبكي انه متذمر من طريقه التفتيش والدخول. هذه نقطه. اخر مباراه النصر والاهلي، النصر والهلال كاس الملك الاخير كاس ولي العهد، شفنا مشهد على القناه الرياضيه، المشجع مع تذكره ما قاعد يدخل يتسلق السور اللي طوله حوالي 20 متر يصل لا ما قبل 200 ويسقط. جابوها على الهواء وجابوها في البرنامج. هل هذا لما اشوفه انا كمسؤول ما ابحث وين المشكله؟ فلذلك انا اقول ترى ما نتكلم من فراغ. لا لما اشوفه كاب هل بسمح لولدي اولادي يروح الملعب وانا اشوف المشهد هذا؟ شكرا. شوف باقي جزئيه اخيره، بعض المذيعين بعض البرامج للاسف الشديد تسيء كثيرا للاعلام الرياضي وللمجتمع السعودي، وانا اقولها وعشان كذا هذه ايضا جزء من كلامنا على الاعلام. لكن الامن الرياضي انا اقول لك والله ترى وزاره الداخليه تعمل بقوه وبجهد كبير، لكن للاسف الشديد معليش احنا كمؤسسه رياضيه ما زلنا غير قادرين على ان نتفاعل بالشكل الايجابي مع هذا الامور. شكرا ابو احمد. يعني المباراه اللي امس صار فيها ضرب في غياب امني يا ابو اللي ضرب الحكم هذا فيها مباراه هذه واحده مباراه في دوري المناطق او دوري درجه جواها في اليوتيوب. هذه ليش اقول لك ليش ما تتعامل رئاسه ضرب الحكم ضرب الحكم وذهب للمستشفى وقسم دائما الشرطه بسبب الغياب الامني في كثير مباريات في الدوريات مناطق وغيرها الحكام تحت الخطر دائما. خلاص منك شكرا لك. شكرا لك محمد دويش. شكرا لك. شكرا جزيلا. حتى في الشكل الاخير التيفو في المباراه اللي بين جمهور النصر والهلال كان اكثر من رائع، كان ايضا يشوه هذا التقسيم. يعني عموما انا اتابع حتى في تويتر ومداخلاتكم واموركم، مع الاسف احنا نتكلم عن امور وانتم تقودنا الى امور اخرى ما ادري ايش اسميه الملف الاحمر. شكرا. We'll be right back.
البريد الممتاز الأول بامتياز.